السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناة مايكار. كيف ما شفتوا في العنوان، الفيديو غادي يكون على أهم التخفيضات اللي كاينه مؤخرا على سيارة داسيا لوغان. كيف ما كتعرفوا، سيارة داسيا لوغان لقات واحد النجاح كبير سواء في المغرب أو خارج المغرب. النجاح من طبيعة الحال اللي لقاته فهو كيتمثل في الثمن مقارنة بالجودة. ما كان نقصت هنا بجودة، أنها ذات جودة عالية، لكن الثمن موازي للجودة اللي كاينة في داسيا لوغان. هذا من طبيعة الحال رأي ديال الشركة المصنعة داتشيا، شركة رومانية. إذا نبداو الشرح على بركة الله. نبداو بأول فينيسيون واللي هي داسيا لوغان امبيونس ايسونس. كيف ما كتشوفوا في الصوره، عندها موتور 1 لتر 2 ام بي، قوه جبائيه ديالها 7 الخيل، والقوه الحصانيه ديالها 75 الخيل. كيف ما كتشوفوا معايا، داسيا لوغان ايسونس موتور 1 لتر 2 ام بي كيديفلوبي 75 الخيل في لا بويسونس ماكسيمال، ولا بويسونس فيسكال ديالها 7 الخيل، 4 سيلندر كيف ما كتعرفوا، البوات فيتاس مانيوال 5 رابور، كونسوماسيون في المدينه 7 لتر 7.7 لتر، الكونسوماسيون في الطريق 4.9 لتر، والكونسوماسيون ميكس 5.9 لتر. فوليوم دو ريزيرفوار ديالها 50 لتر، وهذا راه معروف. الفوليوم ديال الكوفر 510 لتر. دوزو دابا لي زوبسيون اللي كاينين فيها. بالنسبة لا سيكوريتي، فيها جوج ديال لي زيرباك الكونديكتور والباساجي، فيها لا بي اس، فيها بروجيكتور اونتي برويار. بالنسبة للكونفور، فيها حتى الزاج كيطلع الكتريك. بالنسبة للابواب الامامية سنتراليزي، فيها كوموندو فولون، ديريكسيون اسيستي، كليراج في الكوفر، فيها واحد البولة في الكوفر امبول، وفيها لا كليم بيان سور مانيوال. فيها لي جونت 15 عاديين، لي جونت 15 عاديين. لي كرون تاكتيل ما فيهاش، و الا بغيتي تزيد لي كرون تاكتيل فممكن كيحسبوها ب 3000 درهم في هاد لا فينيسيون هادي الا بغيتي تزيدها. اذا الثمن ديالها اللي كانت كدير 98400، دابا حاليا هي اون بروموسيون كدير 96400. تخفيض كيتمثل في 2000 درهم، تخفيض هو 2000 درهم اللي في هاد الفينيسيون هادي. اذا ندوزو دابا للفينيسيون الثانيه اللي هي داسيا لوغان امبيونس بلس ديازل، موتور 1.5 لتر دي سي، 4 سيلندر ديازل كيف ما قلنا. لا بويسونس فيسكال ديالها غير 6 الخيل، لا بويسونس ماكسيمال 85 الخيل، الكوبل موتور 200 نيوتن متر، البوات فيتاس مانيوال 5 رابور حتى هي، الكونسوماسيون في المدينه 5 لتر، كونسوماسيون في الطريق 4 يترو، وهذا يحتسب للشركه. الكونسوماسيون ميكس هي 4.3 لتر. بالنسبه للكوفر، فوليوم ديال الكوفر فوليوم ديال ريزيرفوار، فكيبقى هما نفسهم بحكم ما كاينش فرق بيناتهم. دونك ندوزو دابا لي زوبسيون. لي زوبسيون بريسك نفسهم تقريبا كلهم، هما نفس لي زوبسيون اللي ذكرت لكم من قبل. كاين اختلاف غير في الموتور، وحده ايسونس وحده مازوت. هاد لا فيرسيون هادي اللي كنهضروا عليها دابا فهي مازوت، وحتى هي ما فيهاش لي كرون تاكتيل، وحتى هي نفس القضيه. الا بغيتي تركبوا ليها اولا تزيدوا ليها لي كرون تاكتيل في لا ميزون فكتحسب 3000 درهم، ولي كرون تاكتيل ديال جروب رونو كتسمى ميلياناف. ندوزو دابا للثمن. ف السياره كانت كتباع 123000 درهم، حاليا هي اون بروموسيون اللي صبح الثمن ديالها هو 119400. ثمن تخفيض كيتمثل في 3600 درهم، 3600 درهم هو ثمن تخفيض في هاد لافينيسيو هادي. ندوزو دابا للفينيسيون الاخيره بحكم ان فيها 3 ديال الفينيسيون هادي. اذا لافينيسيون الاخيره هي داسيا لوغان لوريات بلس، حتى هي ديازل، الموتور 1.5 لتر دي سي، هو نفس الموتور اللي كان في السياره اللي في قبل منها. حتى هي لا بويسونس فيسكال ديالها 6 الخيل، لا بويسونس ماكسيمال 85 الخيل، كوبل موتور 200 نيوتن متر، بوطا فيتاس مانيوال 5 رابور، كونسوماسيون في المدينه 5 لتر، كونسوماسيون في الطريق 4، الكونسوماسيون ميكس 4.3، وحتى هي الكوفر و ريزيرفوار فهما نفسهم. دونك ندوزو دابا لي زوبسيون، وهذه من طبيعه الحال زيد عليهم شويه، زيد على داكشي اللي ذكرنا من قبل. زاج الكتريك القدام واللور، فيها كوموندو فولون، حتى هي كليماتيزاسيون مانيوال ماشي اوتوماتيك. هذه زيد فيها ريغيلاتور اي ليميتور دو فيتاس، فيها سياج كونديكتور اي فولون ريغلابل اون هوتور، فيها لي ريتروفيزور ا ريغلاج الكتريك، فيها اورديناتور دو بور، فيها لا كودوار سونترال، رادار دو ريكول، والكاميرا دو ريكول حتى هي كتخرج معاها من لا ميزون. فيها لي جونت
الالومنيوم 16 بوس بانتور ميتاليزي بيان سور وهذه الميديانوف كتعطيها الشركه parmi les options دونك كتخرج معاها كتخرج فيها ايكرون تاكتيل ميديانوف. اذا ندوزو للثمن ديال السياره واللي كانت في الاصل ب 131000 درهم حاليا ولات ب 125000 درهم و700 اي ما يعادل 5300 درهم كقيمه تخفيض في هذا